هنتكلم دلوقتي على السيمبل اند كومبلكس ستريسز، يعني الاجهزات البسيطه والمركبه. لانه بص في اول مقدمه كده، ان اي جسم ميكانيكي عندي بيبقى معرض لمجموعه من الاحمال. هذه المجموعه من الاحمال بتعمل تغيرات في الجسم او بتعمل فيه اجهادات. الاحمال اللي ممكن تعرض لها الجسم هي عباره عن اربع انواع من الاحمال: حمل نورمال فورس وشير فورس وبندنج مومنت وتويستنج مومنت. اربع حاجات، يعني قوه عموديه وقوه قص وعزم انحناء وعزم دوران. لاحظ حاجه، ان هنا لازم نفرق بين حاجتين، ان هناك فرق بين كلمه قوه وبين اللي هي فورس وبين حمل اللي هو لود. الاحمال اللي هي اللودز تشمل الفورسز والمومنتس، يعني الاحمال اللي هي اللود تشمل الفورسز اللي هي نورمال فورس وشير فورس، وبتشمل المومنتس اللي هي البيننج مومنت والتوستنج مومنت. لكن وبالتالي احنا ممكن نقول ان كل الفوق القوى اللي هي الفورسز احمال لودز، ولكن ليس كل الاحمال فورس، لان في من الاحمال هي الايه؟ العزوم. وبالتالي احنا ممكن نقول ان نوع الاجهاد المتولد اللي هو جينيتور ستريس ده بيتوقف اساسا على نوع الحمل المؤثر. يعني لو عندي جسم متعرض لحمل نورمال فورس، فده بيؤدي الى ظهور اجهاد في نورمال ستريس. لو الحمل بتاعي معرض الى بيندنج مومنت، فبرضه ده بيؤدي الى نورمال ستريس. لو الحمل معرض الى شير فورس كيو مثلا، فده بيبقى بيولد في الجسم شير ستريس، او التويستنج مومنت برضه بيولد شير ستريس. اذا في هناك حملين يؤدوا الى نورمال ستريس اللي هما النورمال فورس والبيندنج مومنت، وحملين اخرين بيؤدوا الى الشير فورس الشير ستريس اللي هما الشير فورس والتويستنج مومنت. لكن هنا لازم ان احنا نلاحظ حاجه، ان احنا ممكن نلخص هذا الكلام من ايه؟ ان الاحمال الميكانيكيه تؤدي الى نوعين من الاجهادات اللي هما النورمال ستريس والشير ستريس. وان دي اول حاجه. الحاجه اللي بعد كده، ان النورمال ستريس بانواعه اللي هو النورمال ستريس الناتج من النورمال فورس، النورمال ستريس ديو تو نورمال فورس اللي هو سيجما اف مثلا، والنورمال ستريس الناتج من البندنج مومنت اللي هو سيجما بي. الاثنين دول ممكن يتجمعوا مع بعض جمع جبري، يعني الزائد مع الزائد والناقص مع الناقص. بنفس الكلام الشير ستريس التويستنج، الشير ستريس ناتج من التويستنج مومنت والشير ستريس ناتج من الشير فورس، الاثنين دول برضو ممكن ايه يتجمعوا مع بعض جمع جبري، ولكن لا يمكن جمع السيجما مع التاو. يعني ما اقدرش اجمع شير ستريس مع نورمال ستريس، لكن جمعهم جبري ما ينفعش. لكن لهم جمع بطريقه ثانيه اللي هو احنا بعد كده هنشوفها عن طريق ما يسمى بالايه؟ بالاجهادات الرئيسيه او البرنسبال ستريسز. وبالتالي لازم يكون واضح لينا ان احنا هنا هنتكلم عن الاحمال الميكانيكيه، لان هنا الاحمال بتاعتنا في غير الاحمال الميكانيكيه، في احمال كهربائيه، في احمال حراريه ثيرمال لودز. احنا هنتكلم عن الاحمال الميكانيكيه، اللي هي الاحمال الميكانيكيه تشمل ايه؟ اربع انواع من الاحمال المختلفه، اللي هي النورمال فورس والشير فورس والبيندنج مومنت والتستنج مومنت. لكن انا ماليش دعوه بايه، او مش هتكلم هنا عن الاحمال الايه؟ الثيرمال لودز اللي بتنشئ نتيجه الايه؟ الاحمال الحراريه. فلو بصينا للوحه اللي قدامنا، احنا هنتكلم على ايه؟ الاجهاد التنسايل ستريس والسترين الناتج عنه. لو عندنا مثلا اليمنت زي الاليمنت الفوقاني ده معرض الى تنشن بي، او اليمنت تاني التحتاني ده معرض الى كومبريشن بي، فنلاحظ سواء ده او ده بيتعرض فيه بينشا فيه تنسايل ستريس او كومبريسيف ستريس، او احنا ممكن نقول عليه نورمال ستريس بشقايها اللي هو التنسايل والكومبريسيف. نلاحظ حاجه، لو عملت مثلا مقطع في الجزء المعرض للشد عند مقطع عند اكس اكس اللي هو باين على ايه؟ من فوق على اليمين، هتبص تلاقي في اجهادات داخليه بتتولد. الاجهادات الداخليه دي تعادل قيمه الايه؟ حصل ضرب هذه الاجهادات في مساحه المقطع تعادل القوه اللي هي بي اللي هي القوه المؤثره. وده نلاحظ ان المقطع ده لو انا جمعت الرسمه اللي على اليمين من فوق مع بعض، هتلاقي الاجهاد دي الاجهاد اللي هي الداخليه دي هتلاشي بعضها ويتبقى لي الاجهادات الايه الخارجيه. وبالتالي فهنقول ايه؟ ان الاجهادات الداخليه هي تنشا من كنتيجه الاجهادات الايه الخارجيه، وتنشا جوه الجزء نفسه، وهي بتبقى بتعادل نفسها. يعني الجزء بيبقى في حاله الكوليبريم، في حاله الاتزان، لما بتكون القيم دي متساويه فايه بتعادل ايه بعضها. نفس اللي اتقال على العنصر في حاله التنسال ستريس نفسه في حاله الكومبريسيف ستريس. لو انا خدت مقطع واي واي وفتحه، بص الاقي ايه على اليمين بقى من تحت
ابص الاقي ايه، ان كل جزء من العنصر بتاعي اتولد فيه اجهادات معينه، اللي هي السيجما كومبريسيف. السيجما اللي هي الاجهاد الداخلي او الاجهاد المتولد الداخلي في الجسم، الضغط الداخلي ده، لو اتضرب في مساحه المقطع هيديني قوه، قوه دي تساوي قوه الضغط المؤثره بي. وبالتالي فالتنسايل ستريس او الكومبريسيف ستريس الاثنين زي بعض طبعا، التنسايل ستريس اللي هو السيجما تساوي بي على ايه، بيبقى موجب، والكومبريسيف ستريس بي على ايه، بس طبعا بتبقى سالبه لان احنا ايه الضغط بيبقى سالب. التنسايل ستريس هيتولد نتيجه ليه اكستنشن قيمته ايبسلون تي عباره عن دلتا ال على ال، يعني بيكون في اجهاد، الاجهاد ده احنا بنسميه الاجهاد الطولي، قيمته الزياده في الطول على الايه؟ على الطول الاصلي. نفس الكلام الكومبريسيف ستريس بتولد من بينشا عنه سترين، كومبريسيف سترين اللي هو كونتراكشن، عمليه انضغاط في الجزء ده، الابسلون بتاعت ديت او السترين المتولد ده، الكومبريسيف سترين ده بيساوي ناقص دلتا ال على ال، حيث دلتا ال هو الايه؟ التغير في النقص في طول العنصر الرئيسي مقسوم على الايه؟ على الطول الرئيسي. دلوقتي هنتكلم على الاجهاد العمودي اللي هو نورمال ستريس الناتج من النوع الثاني من الاحمال اللي هو الايه، البندنج مومنت. لو احنا تخيلنا عندنا عنصر ده مثبت ككابولي من الطرف الشمال اللي هو في اللوحه من فوق، اللوحه اللي قدامنا دلوقتي من فوق على الشمال، ومقصر على حرفها قوه اف، وطول العنصر ده ال، فنتيجه وجود العنصر ده نتيجه وجود القوه اف ده ومقطعه دائري هيتولد فيه اجهادات، هيتولد فيه احمال توزيع موزعه كما واضح في الشكل اللي هو ايه في المثلث، مثلث الاحمال اللي موجود ايه في اللوحه من اسفل. وده بيعني ايه؟ بيعني ان عند بدايه العنصر من عند التثبيت ده بيبقى عليه اكبر قيمه للاحمال اللي هي عباره عن الحمل اللي هو البندنج مومنت، اللي عباره عن فورس مضروبه في الطول ال. وكل ما بعدنا بين عن التثبيت ال دي بتقصر، وبتوصل لقيمتها الصغرى او الدنيا الزيرو تحت عند الحمل اف نفسه، فهتلاقي عند الحمل اف قيمه المومنت صفر، وكل ما بنبعد من عند الحمل اف على المحور اكس ونمشي على الشمال كده بنتحرك نقرب من التثبيت، كل ما كان قيمه البندنج مومنت المتولد او العزم الانحناء المتولد ايه بيزيد. نتيجه البندنج مومنت ده بيتولد اجهاد، نتيجه البندنج مومنت ده بيتولد اجهاد. لو خدنا اي سيكشن هنشوف عليه الاجهاد، احنا هنا هناخد السكشن اللي عليه اقصى اجهادات، انهي سكشن عليه اقصى اجهادات؟ اللي هو السكشن اللي عند التثبيت لان عليه اكبر اجهاد ام بندنج الفورس اف ال، ولكن اي سكشن ثاني يبقى عليه اجهاد اقل. واحنا عاده لو احنا بنتكلم على في تحليل الاجهادات كاساس للتصميم الميكانيكي فاحنا دايما بنشتغل على الكريتيكال سكشن اللي هو السكشن اللي عليه اقصى اجهادات، لان احنا بنعتبر اي عنصر زي العنصر اللي قدامنا دهون هو عباره عن زي اللي هو عليه القوه اف دهون، العنصر دهون اي عنصر ميكانيكي يعني بيبقى عليه هو بيتكون من عدد لا نهائي من السكشنز مترصه جنب بعضها، كل سكشن بيختلف في الاجهادات او لا يختلف حسب قيمه الايه الاحمال. هنا هو احنا لما نبص هنا هنبص نلاقي ايه ان اقصى تحميل موجود عند التثبيت اللي هو قيمته اف في ال. الرسمه اللي بقى الرسمه الموجوده على اللوحه هنا دلوقتي على ايدنا اليمين في الدائره اللي هو المقطع والمقطع ده هو دائري، ونلاحظ ان نتيجه المقطع الدائري ده هو هيتولد في على عليه اجادات تحسب من علاقه سيجما بيندنج سواء ام بيندنج اكس في واي على اي اكس. يعني ايه سيجما بيندنج اكس في واي على اي اكس؟ دي لازم ايه نفهم دي معناها ايه. المعادله ام بيندنج تساوي سيجما بيندنج تساوي ام بيندنج اكس في واي على اي اكس، دي معناها ايه؟ معناها ان الاجهاد اللي بيتولد على هذا على هذا المقطع، المقطع ده احنا نتفق ان هو المقطع الكريتيكال، يعني المقطع الكريتيكال المقطع اللي عليه اقصى احمال، وده بيبقى اي الاحمال اللي عليه اكتر من الاحمال اللي موجوده على اي مقطع تاني، بتحسب من بتحسبها من المعادله هي اللي هي موجوده قدامنا ايه في اللون الازرق ده. هذه المعادله ليها معنى عند السكشن ده هو اللي هو المقطع اللي هو الكريتيكال ده اللي هو عند التثبيت. نلاحظ حاجه، نلاحظ ان الام بندنج عنده ثابته لان هي الاف في ال، والاي اكس للسكشن ثابته لان السكشن دائري كويس ما بيتغيرش، السكشن عندي ده ما بيتغيرش، لا هو ثابت. اذا الام بندنج والاي اكس دول ثابتين، وبالتالي معدل سيجما بندنج دي تساوي ثابت مضروب في واي على ثابت، يعني بتساوي ثابت مضروب في واي، وعشان كده بتطلع معدل خط مستقيم، خط مستقيم اللي هو الواضح مثلثين في الشكل على اقصى اليمين
من فوق. ده معناه ايه؟ معناه ان عند نص عند واي تساوي ار، اللي هي عند النقطه الفوقانيه خالص اللي هي النقطه واحد على السكشن الدائري، عند النقطه دي هي قيمه الاجهاد ماكسيمم، لان الواي بتساوي نص القطر. وعند النقطه 2 اللي هي من اسفل خالص دي، هنا قيمه الاجهاد هنا بيكون ايه؟ اقل ما يمكن، او سالب اللي هو ماينس سيجما ماكسيمم. بينهم الاثنين عند السنتر، عند السنتر لاين اكس اكس دون، بيكون الاجهاد بصفر. ليه؟ لان عند هذه النقطه الواي بصفر. وبالتالي المعادله دي بتوضح لي ايه؟ بتوضح لي ان التغير بتاع السيجما بيندنج، بتاع البيندنج ستريس المتوالد او النورمال ستريس ديو تو بيندنج، ده بيتغير من موجب لسالب، وهو تغير من موجب لسالب بيمر بالصفر. موجب بيبقى في نص المقطع، لما نشوف اللوحه اللي قدامنا كده نبص نلاقي ايه؟ القوه اف مأثره من فوق لتحت، وبالتالي نص المقطع الفوقاني ده يبقى عليه قوه اف، تعمل فيه شد وبتضغط في النص التحتاني، وبالتالي يبقى في شد في النص الفوقاني وشد وضغط في النص التحتاني، ده اللي هو نتيجه العزم اللي متولد نتيجها نتيجه هذه القوه اف والطول ال. فهذا العزم بيؤدي الى تنشن في النص الفوقاني، اللي هو المثلث الفوقاني في الرسمه، في المثلثين الموجودين في الرسمه من اليمين اقصى اليمين، وبيديني نيجاتيف او سالب في الرسمه، في المثلث اللي هو توزيع المثلث اللي موجود في الرسمه اللي على اليمين من فوق دي، بس ايه؟ المثلث التحتاني يعني. وبالتالي المثلثين دول هم دول بيودوني توزيع الاجهادات المتولده على المقطع الدائري نتيجه وجود بيندنج مومنت. هنتكلم دلوقتي على النوع الثاني اللي هي الاحمال لودز، اللي هي بتؤدي الى شير ستريس. وطبعا زي ما احنا قلنا قبل كده، هم بينحصروا في نوعين رئيسيين، حمل الاولاني اللي هو الشير فورس، والحمل الثاني اللي هو التويستنج مومنت. الشير فورس زي ما في اللوحه اللي قدامنا دي، لو احنا عندنا عنصر زي العنصر الدائري المقطع الدائري دون، ويأثر عليه قوه اف ممثيه للمقطع بتاعه من فوق، فهتولد عليها قوه اف ممثيه برضو على المقطع التحتاني. بين القوتين دول الممثيتين دول بتولد ما يسمى بالايه؟ بالشير ستريس. وبيحنا هنا عايزين معرف ان الشير ستريس لو كان بيلف في اتجاه عقرب الساعه بيبقى سالب، وفي اتجاه ضد عقرب الساعه بيبقى موجب. لكن ده ايه؟ دي اتجاهات اتفاقيه يعني، متفق عليها، حاجات توافقيه. لكن قيمه الشير ستريس المتولد تاو نتيجه الفورس تاو، ده بتساوي زائد او ناقص اف على ايه؟ زائد او ناقص اف على زائد او ناقص حسب الاتجاه. وده اللي احنا بنسميه ده يعني، هو ده في الواقع ده مش الاجهاد الحقيقي، ولكن ده اللي احنا بنسميه المين ستريس، مين شير ستريس. مش يعني، لان الستريس الترو ستريس شير ستريس ده بيبقى ايه؟ ليه طريقه حسابات اخرى احنا هنا ما بنحتاجهاش. احنا بنكتفي بان بنعتبر الشير ستريس اللي هو المين شير ستريس، اللي هو في التصميم الميكانيكي عموما يعني، اللي هي تاو تساوي اف على ايه؟ حيث تاو اللي هي الشير ستريس بالنيوتن على المليمتر سكوير، والاي اللي هي الاريا بتاعت الكروس سكشن، اللي هي الكروس سكشن الاريا مليمتر سكوير، والاف اللي هو الايه؟ الافكتنج لود او الابلايد لود. هنتعرض دلوقتي للنوع الثاني من الاحمال اللي تؤدي الى توليد شير ستريس، اللي هو التويستنج مومنت. التويستنج مومنت ده لو احنا عندنا العمود اللي قدامنا ده كده ومأثر عليه بتورك ام تي، نلاحظ حاجه، نلاحظ ان احنا لازم نبقى عارفين فرق بين التورك وبين المومنت. التورك هو قوه عزم تؤثر على المحور العمودي على المقطع بتاع الجزء. يعني ايه؟ يعني لو كان العزم بتاع ده بيلف حوالين المحور بتاع الجزء، فاصبح ده اسمه تويستنج مومنت، ده يؤدي الى شير. لكن لو كان العزم بيلف حوالين اي من المحورين التانيين، ما احنا عارفين ان احنا اي جسم في الفراغ ممكن نمثله نحدد موقعه او بالنسبه الى المحاور الرئيسيه الثلاثه اللي هو اللي احنا بنسميهم اكس واي وزد. لو احنا اضربنا ان مثلا المحور زد مثلا ده اللي موجود في الرسمه اللي قدامي ده هو ده المحور بتاع الجزء، يبقى اذا المحور اكس اكس والمحور واي واي دول المحورين اللي التقاطع بتاعهم بيكونوا لي المقطع بتاع الجزء. وبالتالي كقاعده اي عزم بيلف حوالين اي من المحورين اللي بيكونوا لي البلان او المستوى اللي فيه الكروس سكشن بتاع الالمنت بتاعي، فاي عزم من دول بيعتبر عزم ايه؟ بيندنج مومنت. يعني ايه؟ عزم انحناء، بيؤدي انحناء الجزء، بيولد فيه اجهادات موجبه واجهادات سالبه، لينير سترين نورمال ستريس موجب وسالب، وبيؤدي الى سترين لينير سترين.
لكن لو كان العزم بتاعي ده بيلف حول المحور بتاع الجزء اللي هو زد زد هنا في الحاله بتاعتنا دي كده، فده بيؤدي الى تورك، وده الشير ستريس. الشير ستريس في هذه الحاله بيحسب من العلاقه اللي هي ايه؟ التاو يساوي ام تي في ار على اي بولر. لاحظ برضو هنا ان انا لما باجي احسبها بحسبها عند السكشن اللي عليه اقصى حمل. يمكن مثلا الجزء اللي ضمن دون السكشن ده كل الايه، كل يعني العنصر ده كل السكشنز اللي هو مكونه ليه كلها عليها نفس الاجهاد او عليها نفس التورك متساوي، عشان كده يبقى الحمل عليها متساوي كله في اي سكشن. يبقى الجزء ده اللي احنا اسمينه دون ده هو الجزء اللي احنا اسمينه من تحت ده يمثل لي اي سكشن في السكشنز اللي هي بتكون لي الايه العنصر بتاعي. السكشن ده هو يعني يعتبر هو السكشن الكريتيكال برضه، لان كل السكشنز كلها ايه متساويه في التحميل يعني يونيفورم لودنج. طيب المقطع ده هو بيطلب عليه اجهاد بيحسب من العلاقه ام تي في اي على البولر، لكن هذا المقطع الام تي اللي عنده ثابته والاي بولر بتاعته ثابته اللي هو البولر مومنت اوف انرشيا. يبقى اذا برضه زي ما قلنا في حاله السيجما بيندنج، سيجما بيندنج ام في اي على اي، وقلنا ان الام بيندنج والاي الاثنين دول ثابتين، فقلنا يبقى السيجما تساوي ثابت مضروب في الواي. هنا برضه ممكن نقول ان تاو ثابت مضروب في ار، حيث ار البعد عن المحور بيحصل حواليه الدوران اللي هو عن الزد زد، يعني النقطه واحد اللي على اليمين وواحد اللي على الشمال وواحد اللي فوق وواحد على تحت اللي على الكروس سيكشن. الاربع نقط دول على نفس البعد ار عليهم نفس بيطلع عليهم نفس قيمه الاجهاد المتولد، نفس قيمه الاجهاد الشير ستريس الايه الايه المتولد، لان ايه هنا هو لان الشير ستريس هنا بيتوقف على البعد ار عن المحور الدوراني اللي هو عن الايه السنتر بتاع الايه الجزء. الكلام ده برضو ينطبق على نفس الحاله على الحاله اللي احنا قلناها قبل كده في حاله البندنج نورمال ستريس ديو تو بندنج مومنت. احنا قلنا في النورمال ستريس ديو بندنج مومنت ان سيجما تساوي ام في واي على اي، وقلنا الام على الاي دي ثابته يبقى الام تساوي كونستانت في الواي، وحيث واي دي النقطه اللي بحسب عندها الاجهاد مقسم بيحصل المحور بيحصل عليه الدوران. كان هناك المحور الافقي هو المحور اللي كان عليه الدوران لما كانت القوه اف على الكانتليفر جايه من فوق لتحت، فكان المحور اف اكس اكس الافقي هو اللي بيحصل حواليه الدوران، عشان كده كنا بنحسب واي منها في الشكل ده. لو انا يعني مثلا الشكل اللي قدامنا ده دلوقتي، لو انا عايز اشوف النقطه واحد والنقطه واحد في اربع نقاط عليهم واحد اللي هو النقطه يمين وشمال على الكروس سيكشن داري يمين وشمال وفوق وتحت، الاربع نقط دول قيمه الار عندهم ثابته لانهم بيبعدوا عن النقطه السنتر اللي هو لو حصل الدوران اللي هو السي جي بتاع الجزء نفس المسافه اللي هو نص القطر. لكن الواي عندها مختلفه، يعني الواي عند النقطه اللي في اقصى اقصى على المحور واي واي من فوق خالص او على واي واي من تحت خالص، دي البعد دي الواي بتاعتها بار فوق بار موجب وتحت بار سالب، لان فوق لو كانت الفورس من فوق لتحت الفورس قيمه الفورس مؤثره على الكنتليفر زي ما شفنا هناك جاي من فوق لتحت، فكانت بتديني في النص الفوقاني تنشن وفي التحتاني كومبريشن. عشان كده بقول ايه؟ ان النقطه واحد على المحور واي واي اللي فوق عليها اجهاد ناتج نتيجه ان واي بتاعتي دي بتساوي ار موجب، لكن النقطه اللي تحت عليها اجهاد سالب لان واي عندي هنا ايه؟ سالبه بناقص ار. قيمة واي انا بتكلم دلوقتي على بالنسبة للنورمال ستريس، قيمة واي عند نقطة واحد 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 والنقطة واحد اللي هو على المحور الأفقي اكس اكس في الشكل اللي قدامنا ده حاليا، دي قيمة هتبقى كانت بصفر، وعشان كده كنا هناك الإجابة عند النقطة واحد واحد اللي هي عند النقطة اللي في أقصى اليمين وفي أقصى اليسار من الكروس سكشن الدائري كانت الإجابة بتاعها كنورمال ستريس كان بصفر، لكن هو الإجابة بتاعها كشير ستريس ماكسيموم. ليه؟ لأن هنا الشير ستريس بيحسب بالنسبة للآر، والآر بتاعت النقطة واحد على الاكس اكس سواء كان يمين او شمال او على النقطه واحد والنقطه واحد على المحور واي واي اللي فوق واللي تحت كلهم نفس البعد بعد ار ليهم نفس البعد اللي هو نص القطر. اذا الاربع نقط دول عليهم نفس الشير ستريس وهو ايه؟ قيمه ماكسيمم فاليو. طيب دلوقتي لو تخيلنا الاليمنت اللي قدامي دون مثبت على نقطتين مؤثر عليه مجموعه من الاحمال اف 1 واف 2 واف 3 واف 4. مجموعه الاحمال دي بتولد فيه اجهادات. لو انا تخيلت ان انا عندي سكشن معين وليكن المقطع زي اللي هو ابيض قدامنا ده كده، والسكشن المقطع ده اللي هعتبره مقطع اللي عليه مجموعه ايه؟
اقصى الاحمال المتولده، وهاخد النقطه ايه دي احنا بنسميها انفينيتيزمال اليمنت، دي باخدها واسحبها بره، بره الايه، بره الجسم دوت، وهمثل هعمل تمثيل للنقطه دي. النقطه دي نقطه احنا بنسميها ايه، انفينيتيزمال بوينت، يعني نقطه ايه لا متناهيه، متناهيه الصغر، ابعادها في الاتجاه اكس واي وزد صفر في صفر في صفر، اهي اللي احنا مثلناها بالمكعب اللي هو باين في الشكل كده قدامك تحت. هتلاحظ المكعب ده ليه ثلاث وجوه، كل وجه من دول ليه عليه مجموعه من الاجهادات، كل وجه من دول عليه نوعين من الاجهادات القصيه ونوع ثاني من الاجهاد الايه العمودي. يعني مثلا المستوى الاصفر ده، المستوى الاصفر ده احنا بنسميه ده القوه العموديه عليه بنسميها ايه، سيجما اكس، اجهاد عمودي. ليه اجهاد عمودي؟ لان الاجهاد ده في الاتجاه اكس بتاع المحور اللي احنا مختارينها، وقيمه الاجهاد ده بيأثر عمودي على المساحه بتاعه العنصر الصفرة دي. وفي نوعين تاني من الشير اللي هو الاحمر والازرق دول، ودول ايه اجهادات قصيه. نفس الكلام اتقال على الاصفر اتقال على الاحمر، بس الاحمر هنا عليه السيجما اللي عليه سيجما واي لان في الاتجاه واي، والازرق الوجه الازرق ده برضه عليه سيجما عموديه هي السيجما ايه زد، وعليه نوعين من ايه انواع الشير. لو احنا مجملا الاجهادات المتولده في الـ في الـ في العنصر ده، هي في الواقع بتوقع عباره عن اللي احنا قلناها دلوقتي، المفروض نقول ايه ثلاث قوى، ثلاث اجهادات عموديه اللي هي سيجما اكس وسيجما واي وسيجما زد، وست اجهادات قصيه. ولكن ست الاجهادات القصيه دي ايه؟ احنا الاجهاد دايما بنوصفه نقول ايه؟ لما نقول اجهاد سيجما اكس اكس، هي المفروض السيجما العموديه الاجهاد العمودي يقول عليه سيجما اكس اكس. سيجما اكس اكس دي المقصود بيها ان هو قيمه الاجهاد اكس اكس، قيمة الإجهاد المؤثر في المستوى الأولاني اكس، دي اكس الأولانية سيجما اكس اكس، الاكس الأولانية معناها إن دي عمودية على المستوى العمودي على اتجاه اكس وبتأثر في اتجاه اكس. التاو الاثنين تاو اللي مؤثرين على الوجه الأصفر دون، هتلاقي واحدة اسمها إيه؟ تاو اكس واي، والتانية تاو تانية اكس زد. التاو الحمراء اللي طالعه لفوق دي اسمها تاو اكس واي، لانها بتاثر، تاو دي بتاثر في المستوى العمودي على الوجه الاصفر اللي هو الوجه العمودي على اتجاه اكس، فعشان قلت تاو اكس وبعدين واي في اتجاه واي. خد بقى ناخد بالنا ايه، ان الوجه الاصفر ده بيقابل من فوق وجه ثاني اللي هو الوجه الاحمر عليه تاو اخرى، هتلاقيها اسمها تاو ايه، لان الوجه الاحمر ده عمودي على واي فاسمه تاو واي اكس، اللي هو الاجهاد اللي بيقابل الشير ستريس، اللي بيقابل الشير ستريس الاحمر اللي موجود على اللي هو طالع لفوق اللي موجود على الوجه الاصفر. في شير ستريس ثاني جاي من الشمال لليمين اتجاهه، يعني بيأثر على الوجه العلوي الاحمر ده، هو اللي هو الوجه العمودي على الواي، فعشان كده اسمه تاو واي اكس. عشان الام بتاعي يبقى في حاله بالانس، في حاله اتزان، فلازم التاو اكس واي تساوي التاو واي اكس، يعني تغيير السفكس اللي هي الاكس مع الواي، اما الاكس واي او واي اكس، تغييرها لا يعني شيء لان بيعني لسه الاتجاهات، لكن القيم لازم تبقى متساويه عشان الجسم يبقى متزن. وبالتالي الست اجهادات القصيه اللي موجوده عندي اللي هي تاو اكس واي والتاو واي اكس والتاو اكس زد والتاو زد اكس والتاو زد واي والتاو واي زد، دول الست اجهادات، هم في الواقع ثلاث اجهادات فقط، والثلاث التانيين مساويين ليهم اللي هم تاو اكس واي وتاو واي زد وتاو زد اكس. نفس الكلام دول التلاتة، دول التلاتة القصية، التلاتة بقى العمودية اللي هي النورمال ستريسز اللي موجودين هما هي سيجما اكس اكس وسيجما واي واي وسيجما زد زد. ولكن احنا للتسهيل طالما اكس اكس وهي سيجما، فمعروف ان سيجما عمودية، يقول سيجما اكس يبقى دي السيجما في بتأثر في المستوى العمودي على اتجاه اكس، وهي طبعا في اتجاه اكس لانها عمودي عليه، لان هي في اتجاه الجهاز العمودي بيبقى عمودي على السطح اللي هي بيأثر عليه. اذا اي عنصر عندي، اي عنصر قيمه الاجهادات المولده عليه هي عباره عن ثلاث اجهادات عموديه وست اجهادات قصيه، مع الاخذ في الاعتبار، ان الوجه الاصفر في كل مكعب من دول، احنا اتكلمنا على ثلاث مكعبات، الوجه الاصفر والاحمر والازرق، الاصفر اللي هو على اليمين والاحمر اللي كان من فوق والازرق اللي موجود قدامنا بالمواجهه. الاصفر ده هتلاقي في واحد تاني المفروض المكعب ليه ست اوجه، فدي وجه تاني
وجه تاني، وجه تاني موازي ليه من ورا في المكعب ده، من ورا وجه تاني موازي للاصفر، وفي وجه احمر من تحت مواجه الوجه الاحمر اللي فوق، وجه ازرق مواجه الازرق اللي قدامي، في وجه ازرق من ورا. اذا المكعب الست وجوه بتاعه هم في الواقع هم ثلاث اوجه، اللي هم ثلاث اوجه قدامنا الاصفر والاحمر والازرق، ودول عليهم الاجهادات المتولده اللي هم ست انواع من الاجهادات، ثلاثه شير وثلاثه نورمال. ولكن كل وجه من دول ليه وجه اخر عليه نفس هذه الاجهادات في الاتجاهات العكسيه. يعني اذا كان الوجه الاصفر ده عليه سيجما اكس في الاتجاه من الشمال لليمين اللي هو الواضح قدامنا، هتلاقي الوجه الثاني اللي هو الخلفي دوت هتلاقي عليه برضه سيجما اكس بس اتجاه ايه؟ من اليمين للشمال، اللي لازم يبقى ايه؟ مضاد لها في الاتجاه ومساوي لها في المقدار وعلى نفس خط العمل. دي قيمه الاجادات. خد بالك احنا هنا لما بنعمل اتزان، واحد يقول لي احنا بنعمل هنا اتزان لاجادات، لا احنا ما بنعملش اتزان لاجادات، ان بنعمل اتزان للقوه، لان ما ينفعش اعمل اتزان لاجادات، احنا بنعمل اتزانات للقوه. ولكن انا هنا بتكلم على طول على 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 اجادات، ما بتكلمش على قوه. ليه؟ لان العنصر بتاعه والاطوال بتاعته كلها اليونيتي، واحد في واحد في واحد، فالاريا واحد في واحد بواحد، الاريا بتاعت اي واجب من اوجه دي اريا واحد، فالواحد هضربه في الفوق في ال في في السيجما هيديني فورس هي نفس الايه؟ مش هتختلف القيمه. يبقى اذا احنا بنعمل اتزان للاجادات، ده يعني يعتبر نوع من الايه؟ التسهيل. لكن في الواقع احنا بنعمل اتزان للقوة، بس القوة دي عبارة عن الاجادات مضروبة في المساحات، وكل المساحات متساوية وكل خيامها واحد في واحد. وبالتالي ملخص هذا الكلام، انا عندي اي عنصر عندي بيبقى عليه ثلاث انواع من الاجادات في الثلاث اتجاهات الرأس، ثلاث انواع من الاجادات العمودية اللي هو سيجما في اتجاه اكس وسيجما في اتجاه واي وسيجما في اتجاه زد، وكل واحدة من دول في واحدة مضادة ليها كرد فعل ليها عشان الجزء بتاعي يبقى تحت ايه؟ تأثير القوة. لان القوة اللي قلناها ده من الاجادة سيجما اكس دي لن يظهر لها اي تأثير اذا كان ليها رد فعل من الناحية التانية. نفس الكلام عليها، في عندي ثلاث انواع من الشير موجودة على اسطح اللي هي تاو اكس واي وتاو واي اكس وطا وتاو واي زد. فلو تخيلنا ان احنا بصينا للإلمنت اللي معايا دون، الإلمنت اللي هو الثلاثي الابعاد، هاخد منه وجه واحد، ولكن الوجه الازرق اللي قدامنا اللي هو الوجه العمودي على اتجاه زد. الوجه العمودي على اتجاه زد هتلاقيه معرض لايه؟ معرض في الاتجاه اكس اكس لسيجما اكس اللي هي عموديه على الوجه الاصفر في الثلاثي الابعاد، ومعرض في الاتجاه الثاني على سيجما واي اللي هي على الوش البامبا او الاحمر في الاتجاه الاعلى. اذا ملخص اللي احنا بنقوله ان دلوقتي لو انا خدت وجه من الثلاث اوجه، هبص الوجه ده وليكن الوجه الازرق ده، هلاقي عليه سيجما اكس في اتجاه اكس وسيجما واي في اتجاه واي وتاو واي اكس او تاو اكس واي. وطبعا تاو واي وتاو اكس لازم متساويين عشان العنصر بتاعي يبقى في حاله اتزان. ودي اللي احنا بنسميها جنرال سيتو ستريس، يعني حاله اجهادات عامه. ليه؟ لان موجود عليها باي اكسيال كمان. ليه؟ لان عليها اجهاد في الاتجاه اكس عمودي واجهاد عمودي في الاتجاه واي واتجاه وشير على الاوجه بتاعتها. ودي حاله مش حاله برنسبل، لا دي حاجه جنرال، لان فيها نوعي الاجهادات اللي هم بيتولدوا اللي هو النورمال والشير متواجدين على العنصر ايه بتاعي. طيب دلوقتي هنتعامل مع الاليمنت دلوقتي اللي هو ايه؟ اللي انا الوجه واحد من الاليمنت الثلاثي واللي هو وجه ايه؟ في تو دايركشن اللي هو في الاكس واي بلين، اللي هو زي الايه؟ الوجه الازرق اللي باين قدامنا دون. الوجه ده بيمثل حاله جنرال ستيت اوف ستريس، يعني حاله عليها اجهادات عامه اللي هي اجهادات قصيه مع اجهادات عموديه، شير ستريس مع نورمال ستريس. وهتخيل ان انا هاخد الوجه اللي هو على الشمال في العمود على اتجاه اكس، وحمايله بالزاويه سيتا. طبعا الزاويه سيتا دي معناها كل الاليمنت بتاعي هيلف بالزاويه سيتا اللي قدامي دي. ثم بعد ذلك هحاول احلل القوه في الاتجاهات الجديده، في الاتجاه على المستوى المائل اللي هو المنقط اللي قدامي ده اللي هو بيميل بزاويه سيتا على الاتجاه الراسي. هحلل بقى القوه اللي ايه؟ موجوده على الاليمنت الاصلي اللي هي السيجما اكس والسيجما واي والتو اكس واي، وهعمل عمليه اتزان من القوه في الاتجاه العمودي على المستوى المائل اللي هو المستوى المنقط دون، على اساس ان هو هتولد عليه قوه اسمها سيجما سيتا، والاتجاه المماثل لهذا المستوى هتوجه عليه قوه اسمها تو سيتا. وهحاول اجيب قيمه تو سيتا ده من الاتزان بتاع ان السيجما فورسز في هذا الاتجاه تساوي صفر، في الاتجاه العمودي على المستوى ده يساوي صفر، وسيجما الفورسز في الاتجاه المماثل للمستوى يساوي صفر. من هذين
من هذا الاتزان هقدر اوصل الى ان المعادله لقيمه سيجما سيتا وقيمه تاو سيتا كفانكشن في سيجما اكس والسيجما واي والتاو اكس واي والزاويه سيتا دي. يعني معنى هذا الكلام ايه؟ ان انا حولت الجنرال ستيت اوف ستريس، الجنرال ستيت اوف ستريس اللي فيها تاو اكس واي وفيها سيجما اكس وفيها سيجما واي الى وضع مماثل ليها لما ميلت بزاويه سيتا، فاصبح قيمه السيجما اكس والسيجما واي والتاو اكس واي دي على المستوى الجانبي على المستوى المائل ده هو بتديني بتعادلها قيم هي السيجما سيتا والتاو سيتا. يبقى اصبح المستوى المائل المنقط ده بيمثل وجه من الاربع اوجه بتوع الايه بتوع الاليمنت، يعني الاليمنت كله لف بالزاويه دي، بس انا هنا انا راسم بس وجه واحد منه. هذا الوجه اصبح مائل بالزاويه سيتا وتولدت عليه السيجما سيتا والتاو سيتا، وواضحه قيمها من المعادله اللي ايه اللي قدامنا. يعني اذا ملخص اللي احنا قلناه في ايه، في ان المعادله سيجما سيتا اللي هي بتساوي سيجما اكس زائد سيجما واي على 2 زي الواضح قدامنا دلوقتي على الشاشه، سيجما اكس زائد واي على 2 زائد سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 كوزاين 2 سيتا زائد تاو اكس واي ساين 2 سيتا، والتاو سيتا التاو يعني التاو في على المستوى على الوجه اللي هو مايل بالزاويه سيتا بيساوي سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 ساين 2 سيتا ناقص تاو اكس واي كوزاين 2 سيتا. هذه المعادلة بتوضح لي ان قيمة resultant force سيجما سيتا او resultant normal stress سيجما سيتا والresultant shear stress تاو سيتا دول انا جبتهم دول يعادلوا تأثير السيجما اكس والسيجما واي وتاو اكس واي مجمعين اللي هم في الحالة الجنرال بتاعتي اللي هي على الالمنت الرئيسي. قيمة السيجما سيتا والتاو سيتا دول تأثيرهم على هذا الإيمنت يكافئ بالظبط تأثير السيجما اكس والسيجما واي والتاو اكس واي اللي مؤثرين على العنصر الرئيسي. طب دي احنا جبناها منين؟ قال ان احنا عملنا اتزان شفنا كل القوى اللي موجودة تأثيرها ايه على الإيمنت وسويناها بقيمتين هي السيجما سيتا وايه والتاو سيتا. واذا احنا دلوقتي لما نيجي نتعامل هنتعامل دلوقتي مع القيم الجديدة اللي هي ايه اللي هي المعادلة بتاعت السيجما سيتا والتاو سيتا. لكن طبعا احنا لازم نعمل عملية ديفلوبمنت تطوير لهذه المعادلة، وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. اذا احنا دلوقتي هنبص للمعادلة دي المعادلة بتاعت سيجما سيتا والتاو سيتا في ان احنا نحاول نجيب بقى الماكسيمم فاليوز بتاعت السيجما سيتا والتاو سيتا. طيب لو بصينا نظرة رياضية لسيجما سيتا والتاو سيتا اللي هي معادلة فانكشن سواء السيجما او التاو، سيجما سيتا او التاو سيتا فانكشن في الايه؟ في الزاويه 2 سيتا. يعني كل ما الزاويه 2 سيتا دي بتكبر او بتصغر قيمه السيجما سيتا والتاو سيتا بتتغير. طيب احنا عايزين نوصل للماكسيمم الاكستريم فاليوز القيم النهائيه العظمى. طب انا ممكن اعمل عمليه تفاضل للدي سيجما سيتا باي دي سيتا واساويها بصفر. لو انا عملت التفاضل ده دي سيجما سيتا باي دي سيتا واساويها بصفر هيديني معادله تديني ده الاكستريم بوزيشن. يعني الاكستريم بوزيشن يعني الوضع الامثل اللي يديني سيجما سيتا تساوي ماكسيمم فاليو، وده اللي احنا عملناه. وهنشوف دلوقتي هيدينا نتيجه ايه. يعني احنا دلوقتي لما نبص للمعادله دي اللي هي دي سيجما سيتا باي دي سيتا تساوي صفر هنبص لها نبص ممكن نعمل منها نستنتج منها المثلث اللي باين قدامنا، المثلث اللي هو ايه المثلث بتاع 2 سيتا اللي هي اضلاعه من الثاني 2 سيتا تساوي 2 تاو اكس واي على سيجما اكس ناقص سيجما واي. هدينا المثلث اللي واضح ايه قدامنا. هذا المثلث هيساعدنا في ان احنا ممكن نجيب قيمه الساين 2 سيتا والكوزاين 2 سيتا ونعوض بيها في المعادله دي، وفي هذه الحاله هنقدر نجيب قيمه الماكسيمم فاليو للسيجما المتولده. وبالتالي التعويض بقيمه الساين 2 سيتا والكوزاين 2 سيتا في المعادله بتاعه دي سيجما سيتا باي دي سيتا تساوي صفر هتديني قيم اسمها القيم الماكسيمم اللي هي سيجما 1 وسيجما 2 اللي تساوي سيجما اكس زائد سيجما واي على 2 زائد او ناقص الجذر التربيعي لسيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 لكل تربيع زائد تاو اكس واي تربيع. نلاحظ ان دي عمليه رياضيه، عمليه ان انا بجيب ايه بعمل عمليه تفاضل لداله معينه لفانكشن معينه وبعد كده بسويها بالصفر وبجيب الايه اللي هو اللي احنا بنسميها الاكستريم بوزيشن او الماكسيمم بوزيشن فاليوز اللي هو الايه اللي بيحققوا لي هذه الايه المعادله. اذا المعادله اللي احنا وصلنا لها اللي هي سيجما 1 2 يساوي سيجما اكس زائد سيجما 1 على 2 زائد او ناقص الجذر التربيعي سيجما اكس ناقص سيجما 1 على 2 الكل تربيع زائد تاو تربيع، دي المعادله النهائيه اللي احنا وصلنا لها، ودي المعادله اللي احنا هنستخدمها في تحويل اي جنرال سيت اوف ستريس. يعني ايه؟ اي اليمنت مأثر عليه
اجهادات عموديه في اتجاهين ومعاهم شير ستريس، لان هي دي مشكله في التصميم، بتبقى مشكله ايه؟ يعني مشكله لها وضع خاص، لابد تتعامل بوضع خاص. هذه المشكله نجح ازاي؟ زي اللي بيمثلها في اللوحه اللي قدامنا اللي هو الاليمنت اللي باللون الاحمر. هذا الاليمنت اللون الاحمر ده يكافئ اليمنت تاني اللي هو الازرق ده، اللي هو لما مال سنه اصبح على الوجه بتاعه سيجما 1 وسيجما 2 اللي هم اللي واضحين هنا عندنا. نلاحظ حاجه ان سيجما 1 وسيجما 2 دول اللي هم على الـ على الـ على الاليمنت الازرق دول بنجيبهم المعدل اللي فوق في اللوحه من فوق خالص، اللي هي سيجما اكس زائد سيجما 1 2 زائد او ناقص الجذر اللي قدامنا دون. وبالتالي فسيجما 1 يتساوي سيجما اكس زائد سيجما 1 2 زائد الجذر، وسيجما 1 زائد سيجما وسيجما 2 هتساوي سيجما اكس زائد سيجما 1 على 2 ناقص هذا الجذر. وبالتالي هي دي اللي احنا بنسميها الايه؟ البرنسبل ستريس. وبالتالي فالبرنسبل ستريس هي اجهادات عموديه بتحصل على سطحين من اليمنت بتاعي، سطحين دول متعامدين اللي هم السطح مثلا العمودي على اكس لكن العمودي على واي، بس بعد ما فكنا بقى فيبقى السطح ايه؟ الجديد زي ما هو باين في اللوحه الزرقاء، يبقى بتاثر في مستوى في مستويين متعامدين ما لهمش شير ستريس، واهم حاجه ما لهمش شير ستريس. وتاثير السيجما 1 والسيجما 2 على الاليمنت الازرق يكافئ بالظبط تاثير السيجما اكس والسيجما واي والاكس واي بتاثر على الاليمنت الاحمر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو انا عندي العنصر بتاعي الاليمنت بتاعي عليه سيجما 1 وسيجما 2 فيحصل عليه تاثير تدميري، يعني هيحصل عليه سترين، لو وصل لحد معين هيحصل له انهيار. يكافئ بالظبط ما سيحدث عليه السلوك بتاعه بسلوك الخامه تحت تاثير السيجما 1 والسيجما 2، الخامه اللي انا بتكلم عليها اللي هي واخد انا منها الاليمنت دول، هيساوي بالظبط تاثير نفس الخامه دي لما كان مقصر عليها في الحاله الجنرال اللي هي سيجما اكس والسيجما واي والتو اكس واي. وخد بالك هنا هو دي هتحل لنا مشكله اللي احنا يمكن كنا قلنا عليها وهنتعرض لها تاني. هي مشكله ايه؟ مشكله ان انا بقول لما باجي اصمم لو انا عندي عنصر عليه سيجما بس فممكن اصممه ان سيجما اذا كان نورمال ستريس بي على ايه، او اذا كان نتيجه نورمال ستريس نتيجه بيندنج مومنت يبقى سيجما ام في واي على اي، او اذا كان الاثنين مع بعض مجموع الاثنين على بعض، ودي مش بسيطه. ولو شيروا عليه كيو فيديني ستريس، شير ستريس كيو على ايه، وعليه كمان ام تي يعني تويستنج مومنت فهيديني تاو ام تي في ار ار اي بولر. برضو الاثنين دول اللي هو اي واحده منهم بتاثر على الايمنت او الاثنين مع بعض وهجمعهم وهياثروا لي على ايمنت معين، فدي عمليه بسيطه في التصميم في الحساب. لكن المشكله بقى لو عليه سيجما مثلا وتاو، هنا بقى المشكله مش هقدر اجمع الاثنين على بعض. هجمعهم ازاي؟ هجمعهم بالايه؟ بالمعادلات اللي احنا ايه شفناها معانا دلوقتي اللي هي المعادله بتاعت السيجما 1 والسيجما 2. واذا يبقى اذا دي المخرج ليا ان انا احل المشكله بتاعتي في الحسابات التصميميه للعناصر المعرضه لايه؟ لاجهادات قصيه مع اجهادات عموديه. طيب نكمل بقى ايه مفهومنا لموضوع المستويات البرنسبل او المستويات الرئيسيه او اللي بيطرد عليها البرنسبل ستريس. هنلاحظ حاجه، هنلاحظ ان على ان التاني 2 سيتا اللي هي زاويه الميل دي اللي هي 2 سيتا، التاني 2 سيتا بتساوي 2 تو اكس واي على سيجما اكس ناقص سيجما واي. هذه القيمه التاني 2 سيتا ليها قيمه ماكسيمم اللي هي ايه؟ لو التان بكام؟ بواحد، ما دي اكبر قيمه اللي هي لما تكون 2 سيتا دي بتساوي 90، يعني لما تكون السيتا بتساوي 45 درجه. يبقى اذا في على زاويه 45 درجه من السيجما 1 والسيجما 2 موجود الشير ستريس الماكسيمم شير ستريس اللي هو هنجيبه من المعادله بتاعتنا اللي هي التاو ماكسيمم تساوي سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 اللي هي نفسها تساوي الجذر التربيعي اللي هو كان موجود في المعادله بتاعت السيجما 1 والسيجما 2. هذا الجذر اللي هو كان الطرف في الطرف اليمين الجزء الثاني اللي هو بعد علامه زائد او ناقص، هو نفس الجذر، هو نفس الجذر ده يبقى اذا ايه؟ ده قيمه الشير ستريس المتولد ماكسيمم فاليو. بس نلاحظ حاجه، ده لا يتولد على الاليمنت بتاعي في الوضع بتاعه اللي هو عليه سيجما 1 وسيجما 2، لا ده يتولد على زاويه 45 من الوضع ده. ونلاحظ حاجه ان احنا في اختبار، يعني واحنا بندرس ماتيريال ساينس او في اختبار الشد، هنلاقي في اختبار الشد لما كنا بنشد عينه مطيله يعني عينه داكتايل ماتيريال كنا بنشدها بيقول لك الكسر بيحصل على ايه؟ كبن دكون على هيئه ايه؟ فنجان وكاس كده
وكنا بنقول ايه؟ ان الزاويه بتاعت القدم تكون دي الزاويه بتاعت الكون، الزاويه بتاعت الكسر بتبقى على زاويه 45، لما بتكسر على الشير، ودي هي اللي ايه؟ دي اللي ايه؟ اللي احنا اثبتناها دلوقتي، ان الماكسيموم شير اللي بيحصل على الخامه اللي بيحصل عليه عشان يحصل ستيب للماتيريال ويحصل عليها الكسر، اللي بتحصل على زاويه 45 من الاتجاه بتاع السيجما 1 وسيجما 2. خد بالك في حاله العينه عينه الشد، السيجما 1 هو اتجاه الشد، لما هنا السيجما 2 بيستوصف، ودي حاله خاصه شفناها احنا قبل كده في التيبل اللي احنا كنا عملناه. لان وانا بشد العينه عمليه الشد بتاعت العينه الاتجاه بتاع الشد دوت ده عليه السيجما 1. الكسر بيحصل على زاويه 45 ده على الماكسيموم شير اللي احنا اثبتناه دلوقتي ان هو اللي هو التاو ماكسيموم ده اللي هو سيجما 1 ناقص سيجما 2 على 2 سو كده، ده بيحصل على زاويه 45 من البلين من المستوى اللي ايه مؤثر عليه الايه السيجما 1. لان انا لما في عمليه الشد انا بشد ببيور تنشن، فده معلوش شير، فده يعتبر برنسبال فاليوز يعني قيم ايه؟ قيم رئيسيه لانها ما عليهاش ايه؟ اي شير اي ستريس. وبالتالي ملخص بقى اللي احنا قلناه كله اللي فات، ان احنا دلوقتي عندنا معادلتين، اللوحه اللي قدامنا دي ملخص الموضوع بتاع الاجهادات الرئيسيه. ان انا لو عندي عنصر، العنصر ده عليه جنرال ستيت اوف ستريس عليه سيجما اكس وسيجما واي وتاو اكس واي، فهذا العنصر انا ممكن احوله الى عنصر رئيسي، يعني احوله الى اليمنت عليه نورمال ستريس بس، النورمال ستريس دي اللي هي سيجما 1 وسيجما 2 بجيبهم من العلاقه المعادله اللي هي موجوده عندي في وسط الصفحه قدامي، اللي هي سيجما 1 2 بتساوي سيجما اكس سيجما 1 على 2 زائد او ناقص الجذر التربيعي سيجما اكس ناقص سيجما 1 على 2 الكل تربيع زائد تاو تربيع. واحنا قلنا ان الجذر دون زي ما هو مكتوب فوق، الجذر سيجما اكس ناقص سيجما 1 الجذر التربيعي بتاع سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 الكل تربيع زائد تاو تربيع ده بيساوي التاو ماكسيموم. اذا المعادله بتاعت سيجما 1 سيجما 2 احنا ممكن كمان نكتبها في صوره ثانيه، ان هي ان سيجما 1 سيجما 2 بيساوي سيجما اكس زائد سيجما واي على 2 زائد او ناقص التاو ماكسيموم. وبرده المعادله بتاعت التاو ماكسيموم اللي هي اللي فوق اللي هي بتساوي الجذر اللي هي سيجما اكس ناقص سيجما واي على 2 الكل تربيع زائد تاو تربيع اللي هي نفسها سيجما 1 ناقص سيجما 2 على 2. وكده واحنا خلصنا الجزء الرئيسي في تحويل جنرال ستيت اوف ستريس الى برنسبل ستريس، ودي من الامور المهمه جدا اللي بيحتاجها اي مصمم بيتعرض لحاله تصميميه موجود فيها الاليمنت بتاعي عليه شير مع نورمال ستريس.